ولدت فاطمة السمرقندي في القرن الثاني عشر فيما يعرف الآن بأوزبكستان، وكانت واحدة من أكثر العلماء والفقهاء احتراماً في عصرها، حتى أنها أصدرت فتاوى خاصة بها. كان إتقانها للفقه الحنفي والعلوم وراء الحديث النبوي، ونقلها لحديث النبي محمد صلى الله عليه من أكثر الأحاديث الموثوقة. سافرت على طول الطريق إلى سوريا، وعلمت الطلاب والطالبات على حد سواء، وعملت أيضاً كمستشارة شخصية للحاكم الشهير نور الدين زنكي. ظلت محاضراتها ونصائحها وفتاواها مؤثرة بشكل لا يصدق، ليس فقط في وطنها ولكن في جميع أنحاء العالم الإسلامي أيضاً. على الرغم من أن العديد من الملوك والأمراء كانوا يلاحقونها من أجل الزواج، إلا أنها تزوجت في النهاية من أحد طلاب والدها علاء الكاساني، أحد كبار فقهاء الحنفية في عصرها. وبحسب المؤرخين فقد لعبت دورا كبيرا في عمل الكاساني أيضا، حيث كان تقديره لها كبيرا لدرجة أنه لم يقبل التوقيع على الفتاوى التي يصدرها حتى توقعها فاطمة أولا. لا تزال فاطمة السمرقندي مثالا قويا على دور المرأة في الفقه الإسلامي والمنح الدراسية ونقل الأحاديث.